حوالي 10 أعوام وهم يغنون ضمن كورال دريزنا كويسكو. الآن وبعد الثانوية العامة سيأخذ كل منهم طريقه الخاص في الحياة، وبجولة غنائية سيودع أعضاء الكورال 13 بعضهم البعض، ومنهم يوهانس سيل. تتيح لنا هذه الجولة اكتساب خبرة جيدة، كما أننا لم نحصل على أي مساعدات من أحد، فقد حصلنا على بعض النصائح وليس أكثر من ذلك. في البداية كان واضحا لنا بأن نقوم بهذه الرحلة، فهذه تقاليد لا يجب التخلي عنها. في مدينة كفيتلينغبورغ في ولاية ساكسونيا أنهالت المدرجة ضمن قائمة يونسكو للتراث العالمي، قدم الكورال 17 حفلا غنائيا ناجحا، إذ نفذت التذاكر بالكامل، وشمل البرنامج بعض أعمال لشوبرت ومندلسون وأعمال لفرقة كوميديان هارمونيتس وفرقة ماما أون باباس. لدينا جزء روحي وآخر مادي، والروحي بسبب تعودنا في الكورال على غناء المقطوعات الدينية. ولدينا جزء مرتبط بواقعنا، نقدم فيه مقطوعات غنائية أكثر حداثة. كنيسة دريزدن كرويسكيرشه تحتضن الكورال الذي يمتد تاريخه إلى 700 عام، ويعد من أقدم فرق كورال الصبيان في العالم. نعود إلى كفيتلينغبورغ، حيث حفل للكورال في كنيسة بلاسي يحضره ضيف مميز هو غوديغيش كرايلا مدير كورال كرويسكو، فحضوره غير المعلن للحفلات الختامية بات متوقعا. قيامهم بالبروفات والتدريبات ذاتيا وسفرهم عبر مدن ألمانيا وتقديم حفلات غنائية يعطي فرصة ولو لمرة واحدة بأن يجد خريجو السنة النهائية أنفسهم في عمل جماعي من تنظيمهم. سيقام الحفل الختامي في نهاية أغسطس في كنيسة دريزدن كرويسكيرشه، وبعدها يذهب كل منهم إلى دراسته الجامعية. يوهانس سيل يريد أن يدرس القانون، والموسيقى ستظل بالنسبة له وللآخرين هواية مهمة.